عبد المجيد الزار ساعات قبل تصوير الحلقة يهرب خارج حدود الوطن، تليفونه ينوقز ما يهزش، خبر خرج مباشرة بعد ما سمعنا سحب الثقة منك. محاولة انقلاب تسميها؟ أنا نعتبره عبث أكثر، معناه ربما كلمة محاولة انقلاب يعني تعطاه قدر وقيم. عبث كلمة ورطة. غازي العيادي اليوم موجود في النقابة، نقابة الفنان الكبير لطفي بوشنير، نقابة البرجوازي. معناه شنو المانع؟ ماهر الهمامي يقول لي بعثني لهم ورسلناهم أكثر من مرة ما يجاوبوش وما يتفاعلوش. لا بالعكس، ونتجاوبوا ونتفاعلوا، لكن ما فما حاجات ساعات وقت اللي انت تقول كلمه خايبه انا نولي ما متقلق منك. انا منتخب وتنحيه. هاو اليوم انتخبوا السيد نور الدين بن عياد؟ شكون انتخبوا؟ انا منتخب من مؤتمر. سي نور الدين شكون انتخبوا؟ هذيك هي المشكله، ماني قلت لك بكري، هل يمكن ان يجتمع 10 من الناس ويقولوا انتخبوا رئيس دوله؟ اليوم كان تختار لي عنوان القطاع الفلاحي في تونس، قطاع استراتيجي وحيوي أم قطاع مهمش وماشي بركة ربي؟ طوى مهمش وماشي بركة ربي. وماشي بركة ربي. كيف سمعت خبر وفاة ذكرى محمد؟ صدمة الحقيقة. في التليفون قبل بليلة ما قلت لك شيء، تلميح حاجة متقلقة حاسة مشاكل؟ قالت راهو نحب نروح وماذا بيا نمشي نبدل جو في تونس. قلت شوي حتى لين هذا ينساني جملة. نهار الأحد قلت نحب نروح، ما نحبش نستنى حتى نهار الاثنين. اللي تمنيته صار ذكرى محمد، حب نهار الأحد في تونس. ما روحتش معانا، روحت اللوطة في الطيارة. نعتبر أنه لا علاقة لي تنظيميا بحركة النهضة ولا بأي حزب آخر. شنو الاتصال اللي صار بينك وبين الشيخ راجل الغنوشي بعد خبر أنه سيد تم سحب الثقة منه؟ هجومية نوردو مقارنة بروبي. أنا نقول هي صدفة راه. صدفة. هي صدفة جابتها غادي. قرار سائب عمله نوردو. على الآخر سايب. قداش تحبوا تزيدوا في تيرة الحليب سي عبد المجيد الزار؟ المفروض تكون ب 15%، 14%، 60 حجم هيك 15%. في تيرة الحليب. في تيرة الحليب. عند الفلاح راهو. عند الفلاح هي. أي. مواطن ب 2400 يا خدمة. باش يكون فما استقرار في سعر الأضاحي ولا ننتظروا الأسهم باش تزيد؟ لا أنا نقول ننتظروا الزيادة. نهار آخر أنا. كي نجي نحب نبطل الفن نكتب كتاب كبير مني مئات الالاف باش يقراوه لانه باش يتصدموا. قممت في يوم من الايام باسم الدين مثلا اللي يقول لك الغناء حرام والفن حرام. شوف محمد ادهم نابلسي اخر المعتزلين. شوف وربي ان شاء الله يبقى لي صدق. ثم فلاح اسلامي، ثم فلاح يساري، ثم فلاح تونسي. خلينا في فلاح تونسي. هذا هو معناه وقت اللي نقولوا فلاح تونسي مش فلاح اسلامي ويساري. صحيح. لا فما برشا فنانين تعداوا من الثنيه هذيك وتوا نجحي. انا نغزر لهم نعرف كل شيء. اما الناس ما تعرفش كل شيء. كنت لو قدمت تنازلات غازي العيادي. لا هي ما نقولش تنازلات، انا مش قاعد راجل كيما انا. اتاري يا حياتي كان كله كله كذب. الاختيار مع محمد الخماسي لحد 9 غربان تعليل على قناة 9.